والإيمان بالقدر كما ذكر أهل العلم له أربعة أركان حتى يكون الإنسان مؤمنا بالقدر، وهو الإيمان بالعلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم والكتابة والخلق والمشيئة، أن تعلم أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأن نؤمن الله أن الله كتب بعض علمه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وأن نؤمن أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن نؤمن بأن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا الله، من الفرش إلى العرش كلها مخلوقة، كل شيء مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، الجنة والنار والملائكة والإنس والجن والشجر والحجر كل شيء مخلوق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. فهذه أركان الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق.